السلام عليكم، دعني اليوم اشرح لكم طريقة حذف حسابنا في جيميل بكل البيانات اللي موجودة فيه، سواء كانت اسماء سواء كانت صور سواء كان اي شيء. طبعا كما تشاهدون هذا ذهبنا لنفس التطبيق هنا جيميل، ندخل هنا بعد ذلك نضغط على الاشارة اللي هنا اللي هي تجي عند علامة الصورة. بعد ذلك هنا تظهر لي هنا الحسابات الثانية اللي هي موجودة عندي. انا ما يهمني اي شيء، ادخل على نفس الحساب اللي تريد حذفه واعمل ادارة حسابك على جوجل. كما تشاهدون تفكر الصفحة بهذه الطريقة. انا بذهب لنفس هنا خيار البحث، بعد ذلك اكتب هنا حذف. هنا عندي خيارين للحذف، حذف احدى خدمات جوجل والثانية حذف حسابك على جوجل. بعد ذلك كما تشاهدون تفكر الصفحة هذه، هنا اعمل الرمز السري، بعد ذلك اعمل التالي. طبعا كما تشاهدون هنا عندي خيارات الحذف هذه كلها موجودة عندي هنا، اعمل موافقة هنا، نعم أقر أني ما زلت مسؤولا، أريد حذف الحساب. طبعا لما أعمل حذف الحساب من هنا ما يعني مرة ثانية أني أروح أدخل عليه، لأنه بيكون حذف مؤقت. الحذف المؤقت يحتاج له مدة محددة، إذا ما راجعته ينحذف نهائيا، إذا تركته زي ما هو إذا رجعت له مرة ثانية يتفك، لأن أنا قد جربت قبل كذا. هذا الحذف يكون حذف مؤقت أول شيء، بعد ذلك يكون الحذف النهائي إذا ما راجعته. تقريبا ما أدري كم المدة، بس أعتقد على ما أعتقد أنها تكون شهر كامل، لاني قبل كذا جربت في الفيسبوك اخذ مني شهر كامل. طبعا كما تشاهدون اذا جيت هنا اعمل حذف الحساب، بعد ذلك نرجع الانتظار. خلاص الان تم الحذف، الان تم الحذف. اذا ذهبك الى جوجل لاي مكان حذف الحساب، الحساب الان مش موجود نهائيا، يعني اذا جيت تبحث عنه في اي مكان في الجوجل في اي مكان ما يحذفه. طبعا هنا عندي اذا جيت نفس المكان هنا، هنا كما تشاهدون تم تسجيل خروجك من حساب جوجل. إذا جيت أدخل مرة ثانية نفس الحساب هذا، أعمل التالي. هنا تم حذف هذا الحساب مؤخرا، وممكنني استرداده، يعني أنا أستطيع استرداده لأنه ما انحذف نهائيا، حذف مؤقت الآن. إذا تركته زي ما هو كذا خلاص بينحذف نهائيا، أما إذا رجعت فتحته من جديد بيتفتح. يعني في ناس يحسب إنه انحذف نهائيا في نفس الوقت، لا ما ينحذف نهائيا في نفس الوقت، بس يختفي ويتجمد. إذا ما فتحناه في الفترة المحددة خلاص ينحذف نهائيا.